خير زملائي الاعزاء، باستوديو الهواء في هذه الفتره المفتوحه على هواء وسط الدلتا. كما ضيفات تشرين، هو المؤتمر الجغرافي الدولي الاول لمركز البحوث الجغرافيه والكارتوغرافيه بكليه الاداب جامعه المنوفيه. المؤتمر بيقام كما ذكرنا سابقا تحت عنوان الموارد المائيه في الوطن العربي بين المعوقات وافاق التنميه. في الرساله الاولى كنا مع منسق عام هذا المؤتمر الاستاذ الدكتور اسماعيل يوسف، حاليا معنا الاستاذ الدكتور ماهر حمدي عضو اللجنه المنظمه لاعمال هذا المؤتمر. دكتور ماهر، اهلا بحضرتك وصباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير على كل المصريين وعلى كل اخواتنا في الوطن العربي. دكتور ماهر، نتحدث عن توقيت اختيار هذا المؤتمر في ظل ازمات وفي ظل شح مائي وندره مائيه في الوطن العربي، خاصه ان معظم ان لم يكن كل مياه الوطن العربي تنبع من اراضي خارج الوطن العربي فهم. حقيقة اختيار موضوع المؤتمر كان يعني بذل فيه مجهود كبير جدا، لأنه بيواكب قضية مهمة جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة لكل الدول العربية، وهي قضية مشكلة المياه والأمن المائي العربي، وخاصة ونحن كما ذكرت سعادتك بنعيش في منطقة هي منطقة جافة تعاني من قلة الأمطار، وبالتالي بتعتمد اعتماد كبير على الأنهار التي تنبع من خارج الوطن العربي. هذا الموضوع في ظل الصراعات التي تموج بها المنطقة يشكل تهديد كبير جدا لأمن الدول العربية، وخاصة وفي القلب منها جمهورية مصر العربية اللي بتعتمد بنسبة 98% من مواردها المائية على نهر النيل الذي ينبع من خارج أراضيها. وبالتالي في ظل المشروع سد النهضة الذي يشكل تهديدا صارخا لأمن مصر المائي، كان لابد من الباحثين أن يولوا موضوع المياه اهتماما خاصا واهتماما كبيرا لمعالجة هذه القضية والخروج بتوصيات تساعد صانع القرار على رسم رؤية مستقبلية للتعامل مع تلك المشكلات.